دايما العواجيز، الكلاب الكبيره، اللي عدت 5 سنين 6 سنين. طيب الناس هتسالني يعني انا كلبتي كده عندها 5 سنين او 6 سنين كده يجي لها سرطان في الرحم؟ لا طبعا، لا مش شرط، مش شرط يكون كلبه وصلت للسن ده لازم يجي لها سرطان في الرحم، لا خالص. السرطان بيجي لكلاب معينه، طب السرطان ده وراثي؟ لا هو بيتورش خالص، لكن عدوى بتتنقل من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه، عدوى بتتنقل، لكن كتوريث ان الكلب ده بقى هاي الاصحاب فتح حقوق الكتب اصحاب قال لي ما فيش روح ربي كلاب داعي وفي لك مش كذاب ولا هيدق الناس معاك كلب يجري لك فعرك يفضل جنبك حتى بقى هاي الاصحاب فتح حقوق الكتب اصحاب قال لي ما فيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي كل الناس الجميله اللي منورنا عندي على القناه. طبعا يا جماعه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن سرطان الرحم، سرطان الرحم بتاع الكلاب. النهارده يكون موضوع مهم جدا باذن الله تعالى. طبعا ردا على سؤال اخوي محمد، طبعا محمد مجدي اللي سالني المره اللي فاتت، يا محمد يا ريت تتكلم عن السرطان اللي بيجي للكلاب وازاي نوعي الناس منه، وحاجه كتير جدا هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله رب العالمين. بس هناخد سؤالين وبامر ربنا هنكمل الفيديو زي ما احنا قلنا، احنا عايزين فيديو بتاع السرطان والفيديو بتاع الحمل الصامت يكون فيديوهات على رواقه، وانا ان شاء الله النهارده رايقين شويه فلازم نتكلم عن الفيديو بتاع السرطان، وبعد كده ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن الحيضه الصامته باذن الله. هناخد بس سؤالين كده سريعا باذن الله. اولا استاذ محمود نبيل بيقول عندي نتايه رويال وعايز اجوزها جيري، حضرتك كام سعر الجوازه؟ انا والله عامه دلوقتي جيري مش متاح، اللي متاح دلوقتي الدكر الجديد الدكر شمس، هصوره فيديو، والكلب حاليا قالش خالص جدا، يعني ما فيهوش اي شعر خالص على جسمه، يعني الشعره اللي موجوده دي مش شعرته خالص، الكلب ما شاء الله في شعره اجمد من كده، في احلى، في حاجات احلى من كده بكتير. اما جيري والله مش متاح حاليا، انا تحت امرك، لو عايز تجوز الكلب الجديد انا تحت امرك، لو الكلبه قدامها شويه لسه بتاع شهر شهر ونص هيكون متاح جري، هيكون متاح جري ابن جيري باذن الله، حاجه يكون دم اقوى من جيري بكتير جدا، يعني عملنا تركيبه جامده قوي، خدنا من جيري حطينا على كلب كده مستورد ايطاليا فطلع لنا حته بسكوته كده سودة قوي ما شاء الله، اللي هو جري ابن جيري، حاجه كده هتعجب المتابعين باذن الله تعالى. فشمس موجود، لو عايز انا تحت امرك والكلب جاهز في اي وقت، وتحت امرك وتحت امر اي حد من الناس المحترمه طبعا. السؤال الثاني يا جماعه، استاذ محمد يوسف بيقول تحياتي لحضرتك يا ابو عدي، جبت جرو 47 يوم كان كويس اول يومين، وبعد قعد يومين يرجع، وحاولت معاه بالفلاجيل ومضاد حيوي ومكمل غذائي، لكن رجع شيء ابيض قوي اكلته بالسرنجه ورجعه، وبعدين رجع دم ومات، هل المكان لو جبت جرو تاني بعد 4 شهور يتعادي ولا ايه؟ طبعا هو السؤال طويل لكن انا هختصر لكم السؤال. طيب عامة البارفو اوعى يا استاذ محمد تجيب تاني كلاب مش متطعمه. اللي انا فهمته من سؤالك انك هتجيب جرو تاني 4 شهور، هل ينفع احطه في المكان ولا لا اللي كان فيه الكلب ولا ما ينفعش؟ لا، والكلب صحته كويسه وهتجيبه مكان تاني؟ لا خالص، لا خالص، المكان الاول لازم يتطهر بكلور خام وفنيك، كلور خام وفنيك تمام، يتطهر تطهير تام، حيطان بارضيه بسقف، كل المكان، كل المكان وكل المكان اللي الكلب دخل فيه تمام لازم يتطهر تطهير ويتعقم تعقيم تام تمام. وتاني حاجه، اوعى تشتري جرو مش متطعم، اوعى تشتري جرو مش متطعم، اي جرو هتجيبه من اي مكان لازم يكون متطعم، واخد على الاقل تطعيم سوماني، لان كده انت بتضر نفسك وبتوقع فلوسك على الفاضي، يبقى حرام عليك. فرجاء رجاء بلاش تشتري جرو غير لما تطهر المكان، ولو الكلب مش متطعم زي ما انت بتقول مش متطعم بس صحته كويسه، لا الكلب هيتعب، حتى لو الكلب يا جماعه عنده وصل للثمان شهور سنه وما اتطعمش ضد البارفو ودخل في مكان في بارفو، الكلب يجي له بارفو. طب تقول يا محمد هو في كلب سنه يجي له بارفو؟ ايوه بيجي له بارفو، نخلي بالنا من الحته دي يا جماعه، لازم الكلب يكون متطعم، طعم كلبك يبقى قلبك جامد، قلبك حليم، مش هتشيل هم اي حاجه ثانيه. خلاص يا جماعه الرساله وصلت، طعم، وما تشتريش كلب مش متطعم، حاول تشتري منه يكون شخص موثوق منه يكون بيطعم، مش هقول لك بالدفتر لان مش كل الناس بتطعم بالدفتر،
انا واحد من الناس يعني بريح دماغي شويه، ما بجيبش دكتور يطعم لي، انا اللي بطعم لنفسي. فمش بعد السنين الخبره دي كلها مثلا، معلش يعني الدكاتره على دماغي من فوق، بس مش بعد السنين الخبره دي كلها اجيب حد يجي يطعم لي وبتاع والكلام من ده. التطعيم انا عارف مكانه، بجيبه من ايه بالظبط ومنين حته بالظبط، وعارف كل شيء عنه، وعارف المنتج ايه هو اللي هستخدمه اللي ما استخدمهوش وتاريخ والكلام من ده كله، بطعم بايدي وبعرف اطعم وبطعم للناس كده. يعني لازم التطعيم بالدفتر دي لازم يكون الدكتور وبيطلع لك دفتر ويختمه لك او يمدي لك عليه او الكلام ده كله. فاحنا بنطعم تطعيم عادي خلاص. النهارده يا جماعه ان شاء الله هنتكلم عن موضوعنا بقى اللي هو سرطان الرحم او سرطان المهبل. سرطان الرحم او سرطان المهبل. طب يا محمد ده نتيجه السرطان ده بتيجي عن ايه؟ بص يا جماعه هنتكلم بصراحه. السرطان النتيجه اللي تيجي منه بنسبه 40 او 45%، وخليها 50% بتيجي في الكلاب دايما العواجيز، الكلاب الكبيره. الكلاب الكبيره اللي عدت 5 سنين 6 سنين. طيب الناس هتسالني يعني انا كلبتي كده عندها 5 سنين او 6 سنين كده يجي لها سرطان في الرحم؟ لا طبعا، لا مش شرط، مش شرط يكون كلبه وصلت للسن ده لازم يجي لها سرطان في الرحم، لا خالص. السرطان بيجي لكلاب معينه، لكلاب معينه. طب السرطان ده وراثي؟ لا هو بيتورش خالص، لكن عدوى بتتنقل من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه، عدوى بتتنقل. لكن كتوريث ان الكلب ده كان عنده سرطان، هل ابن ولا بنتها لما تخلف هيجي لها سرطان او هتتعالج هيجي لها سرطان والكلام من ده؟ لا خالص. تمام. حوار السرطان ده حوار تاني خالص 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 خالص، بعيد عن يعني ان هو يتنقل او عدوى. اصل مش فيروس او ميكروب بيتنقل، لا ده مرض. تمام. بيبقى موجود. بيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريق لو نتاية ابتدت الكلبة. طب هقول لكم ناخدها واحدة واحدة الأول. عامة السرطان أعراضه، نتكلم عن أعراضه الأول. أعراض السرطان، السرطان يا جماعة بيتلاقوا حيا النتاية منتفخ زي الحيضة. تمام. بينزل يكفينا الشر يا رب، أنا شفتها في مرة في نتاية. تمام. كان الله يأذي المؤذي، كان واحد عايز يأذي يعني ناس كتير وكنت من ضمنهم، المفروض كنت اخش انا في الموضوع بس الحمد لله ربنا استرها. طبعا الناس اللي حوالين مني ممكن تعرفه ممكن لا الله اعلم. كانت طول السنه الكلبه دي يجوزها، طول السنه يجوزها على اساس ان الكلبه دي حايده كل يوم، ما كانش بتقفل خالص. ازاي الكلبه حايده وتقفل الذكر؟ الكلبه بيبقى في ورق يعني الحته الموجوده فيها من كتر الوجع في البدايه خالص، ومن كتر الحكاكان ومن كتر الصريخ اللي فيها، فالحته دي يعتبر ماتت. الكلب يتجوزها يبكر فيها، تصرخ شويه وتهدى شويه، لكن الوجع فيها ومن كتر الوجع بيعتبر بتموت بنسب بفترات معينه، لكن طول الوقت بينزف دم باستمرار، ودم لونه غامق قوي وساعات بينزل بكلاكيع. طيب يا محمد انت اتكلمت، طب ايه نتيجه السرطان؟ بيجي من ايه؟ يعني انت كلبتي جابت الخمس سنين او ست سنين كده خلاص هيجي لها سرطان؟ لا طبعا. دايما بنقول يا جماعه ما تفوتوش حدل النتي، ما تفوتوش حدل النتي خالص. كلبتك حاضر تجوزها، كلبتك حاضر تجوزها، ما تفوتلهاش عشان خاطر دايما ممكن تلاقي النتايه عندك نتايه زغلوله من قعدتها على الارض او من الحمام بتاعها او الكلام ده كله، فيجي ميكروبه، يجي ميكروبه في حياه خلاص. فالكلبه حاضت، لا جوز، لا جوز، اجي انا جوزني. الكلبه ما شالتش، طب ما شالتش ليه؟ ما هو عيب من الذكر. تمام. لا يا عم ده عيب من نتايتك، لا عيب من ذكرك، حصلت مشكله. فالمهم الحته اللي بعد منها الكلبه حاضت جوز ما شالتش، لا هو العيب من الذكرين. اه يا عم عيب من الذكرين، شكله ما بيخلفوش، انا نتيجتي سليمه زغلوله، لكن انا مش شاريها كلب عجوزه، لا ده زغلوله ومربيها على ايدي. التالته جوز ما شالتش، لا بقى ده انا كده في حاجه غلط، ما بقى ايه، ابقى هوديها للدكتور بقى يبص عليه. على ما اجي اوديها للدكتور يبص عليها يكون الحيضه الرابعه جت، يكون الكلبه عندها سنتين 3 سنين. تمام. الميكروبه اللي كانت موجوده عماله تتراكم 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 وعماله تتراكم وعماله تكبر وانت مش حاسس بيها خالص. طب انت عايز توصل ليه يا محمد؟ انا عايز اوصل النهارده لو كلبتك حاضت فانت بتاخدها مشكورا وتطلع على الدكتور، فبيقوم جاي باصص عليها على الرحم وعلى المبيض بتاعها،
اول ما يبص والامور تمام يقول لك الامور والله العظيم تمام، مات في ال 14 فجوز واتكل على الله، يبقى كده كلبتك سليمه. طب الكلب عندها شويه التهابات، عالجت والكلبه بقت سليمه. طيب عندها شويه التهابات وما عالجتش وجوزت وما شالتش، وجوزت وما شالتش، ايه اللي بيحصل؟ هنا بيحصل بقى الميكروب عماله تكبر معاك، او الفيروس اللي هو جوه عمال يكبر يكبر يكبر، فتحول لمرض خبيث اصلا كده كده، تحول لورم، اتحول لورم، ورم شديد. في حقيقة النتائج ابتدى من كتر ما هو الورم كبر، ابتدى ممكن مع التوريم الزيادة عن اللزوم او المشكلة اللي موجودة، ممكن الرحم يحصل فيه عملية، يعني مش هنقول انفجار ولا الكلام من ده، عارفين انتوا يعني الرحم خلاص ابتدى يتضخم، ابتدى الخلايا بتاعت اللي هي جدار الرحم ابتدت تبوظ، ابتدت الدنيا تتلخبط، ابتدت الكلبه خلاص دخل عليها المرض اللعيني اللي احنا بنتكلم فيه، ما خلاص حاجه عماله تتراكم على حاجه على حاجه على حاجه، واحنا مش عارفين ايه هي الموضوع، مش عارفين ايه هو انا على فكره بكلمكم كده زي ما بيقولوا بالفلاحي او بالبلدي، لو عايزين نقول يعني نتكلم باللي هي ايه بيجي عن ايه طبعا زي ما احنا شفناها او الكلام من ده هنتكلم، لكن احنا بنحاول نوصل الرساله بالبلدي كده وبالفلاحي. فانت كلبتك النهارده حاول دايما تشك على طول لها، بتيجي في سن الكلاب الكبيره ليه؟ بتيجي عشان خاطر الكلاب الكبيره ديت وصلت لحد 5 سنين وما خلفتش ما اتجوزتش، انا بتكلم في الكلاب اللي ما اتجوزتش، وصلت لحد 5 سنين وما اتجوزتش نهائي، تمام؟ انت مربيه، واحد يقول لي اصل انا جايب الكلب المزاجي لهوايتي مش هجوزها، فبيحصل فيها الكلام ده كله. طب انت جايب الكلب المزاجي لهوايتك، اكشف عليها كل فتره، كل 6 شهور، كل 7 شهور، اوصل لحد الدكتور اطمن على الرحم واطمن على الكلبه ان هي 100 فل و14. ما اطمنتش لا قدر الله، ممكن النهارده تقعد في حمامها، ممكن تقعد في كذا، ممكن تقعد في شويه حاجات مش كويسين او مكان مش كويس، يبتدى الميكروبه تكبر او الفيروس ده يكبر فينتج عنه اللي هو الورم او التعب او السرطان، يكفينا الشر اللي هو بيجي ده. طب بيجي الاول ازاي؟ بتلاقي الكلبه في احتكاك جامد قوي، الحياه حياها بتلاقيه كبر واتنفخ ولونه بيبيض قوي 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 لدرجه وحشه، فانت طبعا بتستغرب بتقول هو ايه الكلبه كده حايضه ومبشره للدم، كده الكلبه حايضه ومبشره للدم، لكن للاسف ولا هي حايضه ولا مبشره للدم، ده هو ابتدى المرض الخبيث يخش او المرض اللي عندي ابتدى يخش، وابتدي بعد كده يحصل احتكاك الكلبه عماله تحط في جسمها من كتر الوجع وكتر المرض، لحد ما خلاص بقى بتقوم جايه ضربه دم، والدم ما بيتقطعش مهما تدي بقى، ادي علاجات الدم ضد حيوي بيتقتل لفتره معينه ويرجع تاني، لفتره معينه ويرجع تاني، عشان خاطر اقضي على المرض ده بيحصل عمليه كوي في اماكن معينه، بتاخد علاج غالي جدا، انت في غنى عن الكلام ده كلته، انت في غنى عن الكلام ده كلته. طيب دي بالنسبه للنتايه، طب انا بقى النتايه اللي حصل لها، رحت جوزت واحد جالي خد جوز الذكر ده اهو، او هجوز الذكر ده النتايه بتاعتي، وده حايضه مت فل 14، فالزبون اللي عنده الذكر على ان هي مش في دماغه الكلبه حايضه، الكلبه كده كده بتقف يا جماعه، الكلبه من كتر الوجع او كتر اللي فيها السخونه اللي فيها فبتقف والله، بترفع ديلها زي الكلبه الحايضه، فبيقوم جاي مشبط الذكر، الذكر نزل من هنا، بعدها باسبوع اتنين جاله انتهى كمان، اطلع الذكر، الذكر عمال ياكل في بشره، يا عم انت فيك انت بشرك بص زي الفل اهو، ويبص على بشره مفيش، وشويه يبص على بشره يلاقي بشره ابتدى يعمل، عارفين انتوا في الطفيلات، سامحوني على اللفظ اللي انا اقوله والكلام اللي انا اقوله، احنا قلنا نتكلم فلاحه كده خالص، الطفيلات تطلع في البق كده اللي هي زي تعاوير كده خفيفه بيضه، او زي ما يكون في حاجات متجرحه في ايدك كده مبيضه، يكفينا الشر، بتقوم جايه ضربه في بشر الذكر كله، بتلاقي علامات بيضه 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 بيضه، دي في الاول، وبعد كده اللي بيحصل بتقلب لفقافيع كده حمراء ببياض، وبتلاقي الكلب طول ما واقف عمال ينزف دم. قال كده دمرت الذكر ودمرت النتاية، ويعوض ربنا. التجنب منه زي ما احنا قلنا، كلبتك لو انت مش عايز تجوزها، يعني سبحان الله سبحان الله، تلاقي دايما ربنا بيعفينا عن حاجات بحاجات، حاجات بسيطة جدا، اللي هي كلبتي انا لا 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 مش هجوز ولا هعمل ولا الكلام من ده، انا مش محتاج يا عم، مش انت قد الدنيا مش محتاج ولا اي حاجه، بس اطمن على كلبتك عشان ما تاذيش نفسك ولا تاذي غيرك ولا تاذي حد، تمام؟ اصل انت ممكن تيجي بعد 4 5 سنين تقول ايه؟ طب ما اجوز امسك منها، اصل كبرت في السن امسك منها دم، هتلاقي عندها لا قدر الله تعبانه ولا فيها الكلام من ده، يبقى انت نقلت عدوى للذكر او نقلت للذكر، فانت ضيعت الدنيا، طب ليه؟ طب ليه تاذي غيرك؟
كل فتره اعمل تشيك الكلبه عند الدكتور، خليه يطمن عليها والامور تمام. ده ناتج بيجي للكلبه اللي هو السرطان عن اللي احنا بنتكلم فيه. طول ما الكلبه بتتجوز، طول ما انت بتطمن على الكلبه، طول ما هي 100 فل و14 وسليمه مش هيخش على اي حاجه. اسبابه هي دي اللي احنا اتكلمنا عنها، ما فيش سبب تاني، محدش يقنعني ما فيش سبب تاني غير اللي احنا اتكلمنا عنه بالنسبه للمرض الخبيث اللي هو السرطان. يا رب يكون الرساله وصلت، سامحوني ان كنت طولت عليكم بس كنت حابب اتكلم وفضفض معاكم. يا رب يا محمد يكون الرساله وصلت، وان شاء الله رب العالمين انتظروني باذن الله في فيديو الحده الصامته، تمام، ونتكلم عنه باذن رب العالمين باستفاضه كده مع بعضينا باذن الله. فسامحوني على الاطاله، رجاء كل الرجاء شير للفيديوهات، واهم حاجه اللايكات. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.